ساكنة سباتية تنتج مئات الأطنان من النفايات في اليوم، تقذف الأخيرة خارج أسوار المطرح العمومي للمدينة، وشاحنات تبخرت عن مسؤوليها روح المواطنة، وقادهم بحثهم عن تقليص المجهود والوقت إلى هدر الطبيعة وسلامة المواطنين قربانا لإرضاء ذوي نعمتهم. يوجد المطرح العمومي للنفايات بسطات خارج المدار الحضري بحوالي 4 كيلومترات تابع لجماعة الحوازة، يستقبل بشكل يومي أزيد من 200 طن من النفايات السطاتية مختلفة الأحجام والأشكال ولا يخضع للحراسة، مما يندر بتحول في المستقبل القريب إلى بؤرة خطيرة للتلوث ستؤثر لا محالة سلبا على المجال البيئي، سواء تعلق الأمر بالهواء الذي أصبح ممزوجا بروائح كريهة وذلك لغياب تقنية التغطية، أو على مستوى الفرشة المائية والآبار المجاورة والتي تشكل مصدر تزويد العديد من الدواوير التي يتجاوز عددها العشرات المجاورة للمطرح، خصوصا وأنه متواجد بمنطقة فلاحية. كما يهدد نفس المطرح صحة وسلامة الساكنة المجاورة بسبب تكاثر الحشرات السامة التي تنتقل بينهم والتي تشكل خطراً على حياتهم، وأخرى تسبب أمراضاً مختلفة على مستوى العين والجلد والتنفس. يشكل مطرح الأزبال بسطات خطراً قائماً لوجوده في منطقة زراعية التي أصبحت مهددة بالتلوث بفعل تسرب عصير النفايات إلى قرارها وما يرافق ذلك من أضرار جسيمة، خصوصا بالنسبة للثروة الحيوانية وإنتاج بعض الخضر والمزروعات التي تسقى من مياه المنطقة إلى أن تصل إلى الإنسان الذي يعتبر أكبر متضرر منها. إذا قدر للمرء أن يزور مطرح النفايات مدينة سطات فإنه سيصدم، خاصة إذا كان من المهتمين بالجانب البيئي، فأول ما يستقبل الزائر في طريقه من سطات صوب المطرح المذكور هو أدخنة كثيفة يمكن أن يحس بتواجدها انطلاقا من تكنة القوات المساعدة المتواجدة في شرق المدينة، مرورا بطريق معبدة اهترأت بنيتها التحتية لتتحول إلى مسلك قروي مليء بالحفر والمطبات، حيث يضطر السائق للتنحي للهوامش، وذلك لكثرة الشاحنات المحملة بالنفايات التي تخترق نفس الطريق. وصل طاقم سكوف ماروك لعين المكان واضطر لركن السيارة بعيدا بعدما قامت شركة النظافة بفرض حظر للسير والجولان نتيجة سدود من النفايات تقطع الطريق خارج أسوار المطرح وأمام بابه، ما يعيق إمكانية السير والجولان بالمنطقة. روائح كريهة منبعثة من أكوام النفايات التي تزكم الأنوف، ثم أسراب الذباب المنتعشة في هذا الفضاء الملوث، والكلاب الضالة التي تتغذى من هذه النفايات المسمومة. وغير بعيد عنها توجد قطعان من الغنم وهي ترعى وسط الأزبال والنفايات في مشهد مثير ومقلق في نفس الوقت. نفذ صبر ساكنة الدواوير المجاورة للمطرح وهي تئن تحت وطأة التلوث البيئي الناتج عن الأزبال المتراكمة بجانبها، حيث تصادفك أكوام من النفايات والقاذورات في كل ركن، روائح كريهة تزكم الأنوف، وحشرات سامة تتناسل لتنشر الأمراض والأوبئة بين الساكنة، وحيوانات ودواب اتخذت من الأزبال وكرا لها. ساكنة لم تحظى أو تلامس واقعيا شيئا اسمه المحافظ على البيئة أو التنمية المستدامة، بالرغم من تواجد شركة متعاقدة في مجال النظافة بمدينة سطات. الحالة التي يتواجد عليها المطرح العمومي لمدينة سطات يعتبر كارثيا بكل المقاييس، أكوام من الأزبال وسط الطريق ولا من يحرك ساكنا، وكأن التعايش مع الأزبال قدر محتوم على ساكنة الجوار والمحيط البيئي. الغضب كان باديا على مجموعة من المواطنين ممن التقاهم طاقم سكوب ماروك بعين المكان، وعندما سألنا عن السبب
قيل لنا إن العمال المكلفين بالنظافة هم من يرمون بالأزبال في مكان خارج أسوار المطرح، غير آبهين بالقانون ولا وقع أفعالهم العبثية على الإنسان والبيئة. طاقم سكوب ماروك وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة عمل على ربط الاتصال بمدير شركة النظافة المسؤولة بستات، الذي أكد في بداية الأمر عدم علمه بالأمر، لكن تراجع عن ذلك مبرزا أن سائق الجرافة التابع لبلدية ستات المكلف بإزاحة هذه النفايات من الطريق ومدخل المطرح مسافر لأداء مناسك العمرة دون تعويضه، مخليا مسؤولية الشركة في الموضوع رغم أن شاحناتها من تقوم برمي هذه النفايات. غيرنا الوجه صوب جماعة ستات من خلال ربط الاتصال هاتفيا برئيس الجماعة الذي أحالنا على المسؤول عن تدبير المطرح، الذي أبرز عبر اتصال هاتفي أن المشكل انطلق في شهر رمضان بعدما تعذر على شركة النظافة التي كانت تشتغل في الفترة الليلية في هذا الشهر الكريم ولوج المطرح العمومي نتيجة غياب الإنارة العمومية به، ما جعل السائقين الذين كانوا يقودون شاحنتها يضطرون لرمي حمولات من النفايات في طريق المطرح أو بوابة والعودة صوب مدينة ستات، مضيفا أن الكمية المنتجة من النفايات من طرف سكينة ستات تناهز 160 طنا يوميا، إذا ما أضيفت لها الكمية المنتجة من طرف المصانع ونفايات البناء التي تناهز حوالي 60 طنا يصبح المجموع الكلي أزيد من 200 طن ما تعجز جرافة واحدة على إزاحة في وقت وجيز، دون الحديث عن طبيعة الطريق الغير معبدة والتي تعيق تنقل آليات الجماعة من ستات صوب المطرح، معطيا وعدا بالسهر على حل المشكل القائم في أقرب الآجال. كما استحضر أن المطرح العمومي كان موضوع عدة لقاءات بين مختلف جماعات الإقليم مع الإدارات الترابية وكذا الوزارة الوصية من أجل إنجاز مطرح إقليمي مراقب يستجيب للمعايير البيئية المتعارف عليها. مشاكل مطروحة ووعود بالحل، والساكنة تنتظر بفارغ الصبر من الجهات المسؤولة التدخل الفوري لإيجاد حل ناجع لهذه المزبلة، وذلك عبر إنشاء مطرح مراقب يراعي كل الشروط الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة، وذلك حتى لا تتكرر نفس المأساة التي تتخبط فيها الساكنة بشكل يومي. باقي التفاصيل يعرض لكم طاقم سكوب ماروك بالصوت والصورة من قلب المطرح العمومي العشوائي لمدينة ستات. اسمي عبد المجيد الكنية شوقي، انا كنسكن هنا في ولد مومن. الدخان هذا راه دابا جير 3 سنين ولا 4 وحنا كنضرب مع مول تراكس، وهذا مول تراكس راه شاد لانتري تاع عباد الله، هذا مول تراكس راه شاد لانتري. واش ما كاينش شوافر؟ واش ما كاينش؟ انا بغيت تبنى ما تمسؤول تبنى ما تحل البيئة فين هي البيئة فين هي؟ ايش هاد الحالة صاحبي؟ ايش هاد الروينة؟ ايش هاد الكارثة تاعنا؟ ايش؟ هاد مونتراكس نعم خدام. خدام مع البلدية. البلدية. بلدية ستات. وشاد لانتريت، راه شاد لانتريت هاد السيد هذا صاحبي. واش ما كاينش شوافر؟ احنا شحال من خطرة كنقول لهم يجيبوا لنا تراكس يعطيونا أقل من الثمن ونخدموا معاكم أسيدي. وهاد الدخان ما تشوفوش. ولو شكون بغى شكون بغى يتكلم لك؟ وشكون هذاك هذاك سميتو اللي كيجي هنايا وقت ما كيعطيهاش لينا؟ والله وقت ما كيعطيه لينا بالله. حنا بغينا نعرفوا روسنا فين، واش حنا في بلاد الحق والقانون ولا في بلاد المنكر؟ هادشي اللي بغيت نعرف اخويا. الله يرحم الوالدين. المشاكل تاعنا تشوف واحد البير حالتو كي ولات بعد، راه ما كنبقاش كنشربوا منه فتاتا بعدا. يلا تشوف الحاله كيفاش دايره، هو هنايا تحت في الواد هنايا، وتشوف الدخان وتشوف اللي كيهبط، والله سيدي ما بقينا كنشربوا منه.
بير هنا كنقولوا لهاد البلاصه هذه احدى الزباله ديال البير راه ديالنا حنا ديال ولاد بندريس ديرهم يلا تشوف الحاله كيفاش دايره هنايا والبارح والله ما نعسنا ولا شلنا كيدير بواحد الدخان صاحبي والدجاج الدجاجه صاحبي شعلت لي العافيه عرفت شنو هو الريحه ديال الدجاج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكن طالبوا بهذا الدخان يحيد علينا صاحبي كن طالبوا بهذا الدخان صاحبي راه كن طالبوا بالدخان يحيد علينا صاحبي راه قتلنا راه ما بقيناش راه هما مسؤولين هما هنايا تحت ما فهمتش واش كيخافوا من اللي كبر منهم واش انا بغيت نفهم انا كنت بيدي كندير شي حاجه ونوقف على هادشي والله تنوقف بالله ولكن الغالب الله الغالب الله ما عندنا ما نديرو الغالب الله راه ما كاينش اللي كيجي وكيعطيك حتى وقت هنايا واش هادي الحاله حتى سير شوف الحاله كيفاش دايره هنايا هو ذا خويا والله ما تقد توقف بالله راه حشومه وعيب كنطالبوا من سيدنا خويا نطالبوا من سيدنا يدخل لينا في هادشي هذا راه حنا صافي راه تاخرنا انا نغدو يدوك شي الحبس راه صافي هادي بلاد المنكر راه دويت شي الحبس سالينا دوي على حقك راك لهيه مالنا مالنا علاش الحاله شو راه كامله دخانه عباد الله كامله واش هذا اللي غايب عباد الله اللي شاد لانتريت هادي ثلاث سنين وهو خدام واسي واتصاوب لينا واسي واتصاوب لينا واسي نضربوا معاه نتقاتلوا معاه انا شحال من خاطر كيطلعوا على حسابي هنايا لا ما تدوش مع مستراكس لا او ترخلوا الروينك احنا هنايا انت شو حالتنا كيدير صاحبي راه عيب وحشومه انا ما كنخان من حتى شي واحد كنخان من الله الحق سبحانه هذا هو اللي كنطالب به وهاد الدخان راه قتلنا صحيبي راه يوميا راه دابا مشات دركا تتصب الشتا هذوك مشات الحاله بحال هكا اللي تتصب الشتا عاد غيحبس هاد الدخان تتصب الشتا عاد غيحبس لينا هاد الدخان هذا راه منكر هذا راه العيب والعار والكوارث الكحله هادشي اللي كنشوفوا فيه هنايا كنسكن هنا راه الدار فينا راه عند الريزو راه واش هاد الدخان ما غيمشي حتى لعند الريزو راه فينا هو راه ما كاينه حتى كولومات ما كايناش وما تبانش كاع راه ما يبانش هو قريب وما يبانش راه بهذا الدخان وبهذه الحاله هذه الله يرحم لكم الوالدين راه فينا هي البيئه وانت فينا هي البيئه انا بغيت نفهم فينا هي البيئه انت فينا هي البيئه فينا هي انت فينا هي اصحاب البيئه فينا هما فينا هم واش كتضحكوا علينا راه كتضحك راه ما فهمتش اخويا انا راه ما فهمتش انا راه ما فهمتش واش حنا بغينا نعرفوا روسنا حنا فين بعدا والله العظيم بالله بغينا نعرفوا روسنا حنا فين الدخان قتلنا صحيح راه خرج علينا راه خرج على ولادنا ولاد كل شيء القبيله الله يرحم الوالدين وشحال بغيتي شحال قدك راه كاينه مع شي 30 دوار ولا 40 دوار هنا اللي كاينه كل هادشي كيمشي ليها هو واحد هو مسؤول هنايا هو هنايا تحت كنهضروا معاه مع الدوي مع راه حيط يقدر يذوب هذاك الحيط وبنادم ما بغاش يهضر ما بغاش يتكلم ما بغاش يدير حتى شي وحده حنا تقهرنا خويا الله يرحم الوالدين وانا بغيت هادشي بورطاجي هادشي الله يرحم لك الوالدين بغينا نشوف هاد المسؤولين يجيو يديروا لنا حل هما الطريق دابا هما محبوسين هاد الطرق الكاميو تغير خويا درك فين يلا فين قولوا لنا فين يلا راه كارثه هادي راه كارثه ونطلبوا من سيدنا والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا اما اللي معاه راه ما كاين حتى واحد راه ما كاينش اللي خدام وانا راسي عريان وحق الرب الاله ما نكذب عليك انا نخاف من الله انا ما كنخاف من حتى شي واحد واللي كاين راه كنقوله واللي بغى يطرى يطرى خويا بغينا ندير واحد الشكاية على الناس هاد المسؤولين بهذا القطاع ديال المطرح العمومي هاد الادخنه راها قتلت لينا الاولاد ديالنا قتلت لينا صحتنا هاد الناس ما بغى يديروا معنا حتى واحد دوينا معاهم عيطنا ليهم دوينا معاهم راه كيما شتيها راه محبوسه مره كما كيخوليا في البلاد عدي المحل ديالي ولا مهدد بالحريق هاد المسؤولين راه ما كاينينش في هاد العالم ولا مسوقين لينا حاسبيننا بحال الحشرات قدامهم الا كان شي مسؤول اللي مسؤول على هاد الشيء يجي يطالع هو يوقف هنا نص ساعه نعطوه نص ساعه يوقف وسط الادخينه ونشوف واش غيتقبل هاد الوضع ولا ما يتقبلوش حنا راه كنضيعوا في هاد القنت هذا الا كانوا شي مسؤولين اللي غيطالعوا هاد الشيء يجيو يشوفوا حالتنا هنا دابا سيدي الجامع حنا محسوبين على جامعه الحوازه وهذا المطرح العمومي تابع للسطات وكيجيو الكاميوات دابا عمروا الزباله لداخل ولاو كيلوحونا في البلاد حنا عندنا
سدوا الطريق علينا ملي كدوز اللي كيدوز مع المواطن وكيحطوا فيها هما الزبل وكيكركروا في الزبوله على برا، خرجوا على الحيط ديال المطرح العمومي وكيحطوا في داك الشيء على برا. هادشي ما بغيناش يكون، هاد الزبل يحيد علينا وهاد الدخان يحيد علينا، يديروا لي شي حل، يحطوا تراكز تقابل هادشي يردموا كيما كانت شاده نهار كانت شاده ما كناش لاقين مع هاد المشكل. كان الدخان ما كاينش، الزبل ما كاينش اللي تحطت كتردم. هاد الناس ملي شديتها البلديه وليام دخلت لي لهنا تكلفت البلديه بالزباله، رحنا في محنه، راه محنون هاد الناس بالدخان بالكوارث. والسلام عليكم، الله ينصر الحق والقانون، نطلبوا من سيدنا يشوف هاد الكارثه اللي حنا عايشين فيها. اتصلت بالشركه ديال الشيف ديالهم، قلت له ودي الكميات راه كيخول لي في الطريق راني حابسهم. قال لي صافي السبعه غنصيفطك تراكس مع السته. جات تراكس مع السته ضربت واحد شوي سرحت لهم واحد ما كايناش حتى 200 متر ولا 300 ودي بحال هكا رجعوا نفس المشكل كيخول لي في البلاد في الطريق وفي البلاد ديالي. عاود عمر الثاني القضيه عيطنا ليهم، حبسنا لهم كميه ثانيه في العشيه في الصباح على حساب اليوم، حبستهم البارح قالك على حساب اليوم راه غادي يطلع غيطلعوا جوج تراكسات باش يقادوا الدنيا تم. حتى شتي التراكس شتي شحال طلعت شحال دفعت هودت شحال هذا راه الباب شي راك صورتي راه محبوس. الكميات دابا اللي جاوا ما عندهمش فين يخولوا، مخوه برا في الطريق وفي البلاد. مطرح العموم راه مسدود على الباب راه كيما صورتو راه كتشوفو فيه كامل، ما عنديش فين نزيد مع الناس. يجيو يديروا شحال لهاد الشيء ولا راه غنتماغط في الشانطي ولا الشيفور اللي جا يقول يطلع فوقي. قتلونا حنا بالحديد خيار ما نموتوا بالدخان، لا ما نموتوا سخون نبقاو تنموتوا باردين. السلام عليكم، الخضاري نجات. انا سيدي مهدين بالدخان العافيه، المحال عاديه هوايا هنا العافيه كنو بغاده لينا دخواخن باتوا فايقين حاضين العافيه اللي تمشي لينا. مشاكل ديال الزباله خلاو على الزباله لداخل وخرجوا برا وبداو كيحطوا. حنا ما عرفنا شي مسؤولين ما باغين يديروا حتى شي خدمه ما باغين يديروها مقوده. عينا من نطلبوا فيه بموالين تراكس يدير ما خلينا من مع من دوينا والو. تو واحد من كيجيو يطلعوا هنايا كنجيو نشكيو عليهم كيديروا روسهم ما سمعوناش وكيزيدوا بحالاتهم. تا كيتحبسوا الكاميوات ديالهم يوليو خارجين برا وكيفرغوا هذاك الشيء عاد كيطلع لك مسؤول ولا ما كاينش كيولي يفرغ ويزيد بحالياته حتى في الصدى ويزيد بحالياته. ما كيتصنتوش لينا وهما ما كاينه لا مراقبه في الزباله لا حتى شي حاجه. كيفرغوا في سوجيطه يفرغوا في هذا خرجوا على الحيط تاع الزباله خرجوا عليه. ما بقات هاد الزباله حتى شي معنى. عمرت مهدين بالطوبه مهدين بالدخان مهدين بالدبان كلشي صابرين ليه ونزيدوا العافيه تاهي تشعلينا في محلاتنا. حنا بتبنا ببهايمنا بكلشي حنا ولينا كنخرجوا بهايمنا برا ونربطوها على حساب الكوارة كيعمروا لنا دخان ويجيو يشوفوا المسؤولين بعينيهم ويجيو يشوفوا الحاله اللي حنا فيها. كل الصيف كندوزوا عاسين على هاد الزباله اللي خرج لينا منها تخرج لينا من الهاي ولا معها من تدوي. الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. حنا مع المليك ومع سيدنا المسؤولين راه ما داروا معنا والو. اللي مشينا التجأنا ليه ما كيشوفش فينا كاع كيديروا بروسهم بحال ما دويناش حنايا. والله ينصر سيدنا، حنا بغينا هادشي يكون من يجي من عند سيدنا.